بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. ربنا يبارككم ويبارك الجميع. حبائي، إيه موضوع العذارة والنفس العذراء وإزاي أكون عذراء؟ والعذراء دي للستات بس ولا في نفس عذراء رجالة ولا بيتكلم عن إيه؟ نفس العذراء هي فين؟ طبعا الخطيبة تبقى دايما مشغوله بخطيبها، دايما مشغوله بعريسها. هو ده بصراحه اللي يدخل السما. اللي هم اتفضلوا خشوا السما، معاهم زيت الروح القدس. النفس العذراء اللي مشغوله بخطيبها يشتغل فيها الروح القدس، والشخص اللي مش مشغول بعريسه ما اشتغلش فيه الروح القدس. ينشف، يحزن، ينام، ينشف. الموجود فيه ليه آثار في القنينة لكن خلاص مفيش. هو ده السر. مين الشخص اللي يشتغل فيه الروح القدس وبالتالي روح الله شغال فيه وبالتالي يبقى متناغم في 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 نغم وفي انسجام مع الله؟ مين الشخص المشغول بربنا؟ بس كده. ازاي ابقى مشغول بربنا؟ كل حاجه حواليا في العالم تبقى فرصه انفذ فيها وصايا ربنا. معايا ناس في العالم أنفذ فيهم وصية المحبة العملية بالاهتمام والرعاية والخدمة. معايا ناس مش حلوة أنفذ فيهم وصية الصلاة لأجلهم واحتمالهم، كلمهم عن ربنا وأعمل الخير ليهم، اصنعوا الخير لجميع الناس ولا سيما من هم من اهل الايمان، انفذ فيهم وصيه ربنا. في شياطين بتحاربني انفذ المزامير. لما بتصلي بتقول ربنا يبعد عني الاعمال الشريره والشياطين والحروب الروحيه ويحميني ويحفظني، انفذ فيها كده. عندي احتياج مادي او نفسي معين، أشوف الوصية بتقول إيه؟ وأتدرب على حياة الإيمان وأطلب من ربنا وأشوف يد الله وهي بتعطيني. عندي ناس بيضايقني من أهل الإيمان أتدرب على وصية الغفران. كل الحاجات دي تخلي الروح القدس يشتغل فيا. كل ما أتدرب على وصية معينة الروح القدس يديني وصية تانية، دي مهمته. يذكركم بما قلته لكم ويعلمكم ويرشدكم ويؤيدكم ويبارككم. ده عمل الروح القدس فينا. كل ما نفذ وصيه يديني الثانيه، وكل ما ما نفذش وصيه ما يدينيش الثانيه، ويخلي الظروف المحيطه اللي بتضايقني تضايقني اكتر. معلم مضايقني سابت اوضه احبه اكلمه، مش كده معلم؟ احب اكلمه، مرض الرد مش ظريف، احب اكلمه وصلي لحد ما اكسبه. ما عملتش كده معلم يضايقني اكتر، وبعدين ما عملتش كده محد ربنا بعت لي حد تاني يضايقني. حد تاني يضايقني ليه يا عم؟ عايزك تتدرب على وصايا كتير قوي. ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه وكلمه بمحبه وصلي له وحبه واخدمه واغسل رجليه محبة. طبعا دنيا حوالينا مش لطيفة، تعلم أصلي واتمسك بوعود ربنا وبارك الناس واحتمل الناس واشهد عن المسيح قدام الناس، لقيت الدنيا جميلة والناس تستفاد. ما عملتش كده الدنيا تزداد تعقيد. ليه؟ المسيح عايز
لما تبقى نفسي مشغولة جدا 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 بتنفيذ وصايا المسيح، الروح القدس يعمل فيا جدا، تبقى المصباح بتاعي مليان زيت وينور، تكون بينهم كأنوار، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، تبنى منك الخرب الأبدي، تبقى أنت وسيلة بناء، وسيلة بركة. النهارده كده بصوا على الناس الجيران واللي حواليكم في الكنيسة، تعرفوهم في أي حتة ومتضايقين منهم، وحطوا خطة، هعمل إيه؟ هسأل عليه، أديله تليفون، أحبه، جيب له هدية، جيب لها حاجة، أتكلم معاه، أبقى لطيف معاه، حطوا خطة عشان تقدروا تنفذوا الوصية. تنفيذ الوصية يجعلنا مرتبطين بعرسنا، يخلي النفس على طول عذراء مرتبطة بعرسها، والإناء بتاعها مليان بزيت الروح القدس. هو ده اللي يدخل الملكوت، مش أي حاجة تاني، مش حاجة تاني يدخل الملكوت. تفضلوا، الفرح بدأ، تفضلوا معايا. والنايمين في الخط مبلطين، ما بيعملوش كده، طبعا نايمين، اتهروا كل يوم، كلام هنا وكلام هنا وكلام هنا، وخناقات هنا وحاجات هنا، بعاد عن الوصية. فالزيت فضي، مفيش زيت، كل يوم بعاد عن الوصية، كل يوم بعاد عن الوصية، كل يوم بعاد عن الوصية، مفيش زيت. ومن جريهم وراء أفكار العالم وحاجة العالم ومشاكل العالم ومشاكلهم مع الناس، ومفيش خطة للتصالح، تعبوا، ناموا، والزيت فاضي. يجي العريس يلاقي مفيش زيت، مفيش شغل للروح القدس في النفس، النفس مش منشغلة بربنا، يقفل الباب ويمشينا بره. هو ده يا أحبائي اللي يدخل ملكوت. تعالوا نبقى نفس منشغلة بربنا. ما تنشغلش بأي حاجة خالص. سيبك من العالم والأمور اللي في العالم، ده سكن فين، وده جاب شقة فين، وده جاب عربية بكام، وده جاب فلوس منين، ودي اتجوزت مين، وده اتجوز مين، وده سافر فين. سيبكم من كل الكلام ده، انشغلوا بالوصية وبتنفيذ الوصية، قلب يسوع يفرح والروح القدس يعمل فينا، ونخش الملكوت. تبقى النفس عذراء مليان إناءها بالروح القدس، تخش الملكوت. آمين يا أحبائي، يسوع يبارككم.